ابن الروح القدس الله الواحد امين. المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل اوان ولا دهر الدهور كلها امين. نعمه ربنا هنكمل النهارده اللي ابتديناه الاسبوع اللي فات، سفر رعوس اللي كانوا معانا المره اللي فاتت. فاكرين احنا ابتدينا سفر رعوس المره اللي فاتت وخلصنا الاصحاح الاولاني. احب بس قبل ما نبتدي اقول لكم افكركم بنعمه ربنا ان شاء الله الاربع اللي جاي. عندنا ضيف رائع مستنينه، هيبقى معانا نيافة الأنبا بافلي، هيصلي القداس بكرة يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله اللي هو الأربع 12، هيصلي القداس الصبح هنا في الكنيسة. وبإذن ربنا هيكون معانا هنا في الاجتماع درس الكتاب بالليل، هيكون بيدينا كلمة وبيكون بيجاوب على أسئلتنا. نفسي كلنا ناخد البركة بتاعة الحضور. فالقداس الصبح إن شاء الله الأربع اللي جاي مع نيافة الأنبا بافلي، وبالليل درس الكتاب والكلمة والأسئلة مع نيافته. قبل ما نبتدي أحب أفكركم شوية برعوث. كلمنا عليها المرة اللي فاتت، فاكرين قلنا شخصية رائعة، كلمنا عليها وعلى حماتها نعمة، وشفنا إيه اللي حصل معاهم باختصار كده. قلنا إنه في عيلة سابت بيت لحم اللي هو بيت الخبز لما حصل فيه مجاعة، وراحت لأرض مؤاب، وهناك العيلة دي الولدين اتجوزوا بنتين، وكان رمز خروجهم من بيت لحم لأرض مؤاب كان بيشكل قوي الخروج من معية الله ومن بيت الخبز ومن حضور الله لأرض الخطية وللبعد عن الله. وكلمنا عن معاني الأسماء، بحاول أفكركم كده بسرعة. قلنا أن كل الأسماء بتاعت سفر رعوس لها معاني مهمة قوي، نعمة جاية من نعمة أو حلوة أو متنعمة. وكلمنا على جوزها اللي كان اسمه ألي مالك اللي معناه الله إلهي أو الله ملكي وإلهي، وأسماء الولدين اللي تسموا محلون وكيلون، وقلنا أن معناهم واحد اسمه إيه مرض مرضان والتاني خارب. فكانت الأسماء إيه ليها معاني مهمة قوي. احنا وصلنا في آخر الإصحاح الأولاني إنه إزاي نعمة شافت في سوري إنه رعوث شافت في نعمة صورة مسيح، شافت فيها قالت وصلت لأنها شعب، قالت لها ما هسيبكيش، شعبك هو شعبي وإلهك هو إلهي. كانت نعمة بالنسبة لرعوث الباب أو المسيح اللي جابها لله، زي ما ايه المسيح كده جابنا لله الآب، كانت نعمة عاملة. هنبتدي نشوف انه الصفر بيشاور في حتت كتيرة قوي على المسيح، وبيدي رموز كتيرة قوي على السيد المسيح. وصلنا المرة اللي فاتت زي ما قلتلكوا انه رعوث بعد ما مات جوزها رفضت ان هي تسيب حماتها، ولصقت بيها وحماتها خدتها ورجعت بيها لإسرائيل، رجعت بيها لبيت لحم. النهاردة هنبتدي السفر الإصحاح الثاني ونشوف إيه اللي حصل بعد ما رجعوا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الإصحاح الثاني: وكان لنعمة ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة ألي مالك اسمه بوعز. خلينا نقف. هم رجعوا والإصحاح بيبتدي يقول لنا إنه نعمة كان ليها قريب، ذو قرابة قريب لرجلها من ناحية جوزها اللي اسمه ألي مالك، من عشيرة ألي مالك، من نفس العشيرة. الراجل ده جبار بأس. كلمة جبار بأس بتستخدم في العهد القديم أكتر من معنى، بتخدم إنه حد كان قوي، سواء قوي في الحرب أو قوي في البنية أو قوي في الشخصية والمكانة ما بين الناس. يعني نقدر نقول انه داود وهو بيحارب العمالقة كان جبار بأس، جلياط كان جبار بأس. نقدر نقول ان موسى برضو كان جبار بأس في المكانة وفي الشخص. نقدر نقول انه شمشون كان جبار بأس في القوة، لكن نقدر نقول انه ابراهيم برضو كان جبار بأس في الشخصية والمكان. فالشخص ده كان جبار بأس وكان اسمه بوعز. بوعز قلنا دايما الأسامي ليها معنى، بوعز بمعنى ذو عز أو له مكانة أو حد يعني.
حد ابن ناس يعني ومحترم كده ومن عيلة، يعني تقدروا تفهموها بالمعنى ده. نكمل العدد الثاني نلاقيه بيقول كده: فقالت رعوث المؤابية لنعمة: دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينه. فقالت لها: اذهبي يا بنتي. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألي مالك. خلونا نقف تاني ونفسر الكلام ده. يعني ايه الكلام ده؟ الإصحاح ده بيدينا زي انسايت كده، او بيفتح لنا شباك نتعرف بيه على شوية عادات وشوية قواعد وشوية شريعة كده كانوا بني إسرائيل ماشيين عليها. لو عايزين نحط عنوان للإصحاح التاني ده هتلاقوه مكمل، أنا عايز أسمي الإصحاح ده حنان الله ناحية ولاده، حنان الله ومحبته ورأفته ناحية ولاده وبالأكتر المحتاجين. هنشوف إزاي. إيه رأيكم؟ الله وهو بيدي شريعته لموسى والبني إسرائيل وبيعلمهم يتصرفوا إزاي ويعملوا إزاي في كل صغيرة وكبيرة من حياتهم، حط لهم شريعة حتى للزراعة والحصاد. إزاي؟ من ضمن الطلبات اللي طلبها منهم راح قال لبني إسرائيل: حبيبي وانت جاي تزرع أرضك عايز أطلب منكم شوية حاجات، لأن الله في باله المحتاج والفقير واللي ما عندوش والمسكين والغريب. فيقول اللي عنده أرض الغني، حد زي بوعز ده الراجل ابن الناس المقتدر اللي عنده الأرض، بيقول له: لما تيجي حبيبي تزرع الأرض ويجي وقت الحصاد أنا عايزك تعمل إيه؟ لو هنفترض إن الأرض كده مربعة أو مستطيلة، يقول له: ما تحصدش الزوايا بتاعة الأرض بتاعتك. إزاي يا رب يعني نعمل إيه؟ قال له: لما تيجي عند الكورنر كده لف بدايرة كده وسيب حتة في الكورنر، دي تسيبها لمين يا بابا؟ تسيبها للغلبان اللي ملوش، الغريب اللي في أرضك، البائس، اليتيم، ما تحصدش الحتة دي، تسيبها بسمرها ويجي بعديها الغلبان ياخد منها. يبقى لو عندك الأرض مربعة تسيب الزوايا ما تحصدش فيها، يبقى عندك أربع زوايا تسيبهم هقرأ لكم الكلام ده في سفر التثنية. مش بس كده، كانوا كتير قوي أكتر حاجات يزرعوها في العهد القديم: يا الحنطة، يا القمح، يا الشعير، اللي هي الحاجات اللي هي الحبوب دي، فكانت بتطلع في سنابل. فيجي يقول له كمان: حبيبي وانت بتحصد وبتجمع السنابل هيقع منك شوية سنابل فرط، أو هتيجي شوية حبوب تقع من السنابل دي وانت بتعمل الحصاد، سيبهم على الأرض، ما تلمش من على الأرض، اللي يقع ده مش بتاعك، ده بتاع المسكين والغريب والضيف واللي ملوش والأرملة واليتيم. عشان كده ابتدى التقليد ده، تقدروا نشوفه ازاي رعوث قالته. رعوث عرفت نعمة وعرفت أهلها وعرفت شريعتهم، وده يودينا قد ايه رعوث كانت قريبة من نعمة وقريبة من الشريعة بتاعت نعمة، لدرجة ان هي كانت عارفة. فراحت جت قالت لها ايه العدد التاني، قالت رعوث المؤابين: خليني أروح إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينه. كأنها عارفة الشريعة دي كويس، فبتقول النعمة إيه: خليني، إيه رأيك أنا هخرج، أنت خليكي قاعدة في البيت، مش هينفع أنت ست كبيرة تخرجي تعملي الحكاية دي، أنا هخرج أروح في موسم الحصاد لحقول حد أجد فيه نعمة، أجد في عينه نعمة، وابتدي أمشي وراء الحصادين ألتقط السنابل اللي واقعة والحبوب ليا وليكي. خدتوا بالكم ليه عايزين نسمي الإصحاح ده؟ مين اللي حط الشريعة دي؟ الله. الله وهو بيحط الشريعة لبني إسرائيل، وكأنه بيغرس في ولاده حنية القلب ناحية المحتاج والمسكين والفقير والأرملة واليتيم. هتبان كمان نفس حنية القلب دي لما هنشوفها في بوعز، اللي بوعز الآخر بيمثل المسيح، هنلاقي إنه بوعز بيمثل المسيح في السفر ده كمان شوية، هيبتدي يتقابل مع رعوث ويتكلم معها. هنشوف ازاي بوعه احب
رعوث وصعبت عليه وتحنن عليها يمكن بالزيادة كمان أكتر من اللي الشريعة بتقول. حاجة تانية نفسي ما نعديهاش، فاكرين كنا بنقول المرة اللي فاتت قد إيه نعمة كانت هي الباب اللي دخلت منه رعوث، نعمة كانت هي الخطاف اللي شدت رعوث لله، اللي وصلتها تقول لها شعبك شعبي وإلهك إلهي. ده مش بس كده، شايفين اللغة بتاعت نعمة إيه؟ من كتر محبة رعوث في نعمة، رعوث بقت تتكلم باللغة والأسلوب بتاع الكلمة بتاعت لعلي أجد نعمة في عينين أصحاب الحقل. الكلام ده مش بتاع مواب، اللغة دي لغة الإنجيل. أجد نعمة في عين سيدي دي لغة الكتاب المقدس، دي لغة نعمة اللي لقطتها رعوث وابتدت تتكلم نفس اللغة بتاعت حماتها. فنعمة قالت لها اذهبي يا بنتي. اوكي نكمل عدد 3. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة أليم. اتفق نصيبها يعني كأنه إيه؟ طلع الحقل اللي هي راحته من غير ما تعرف هي، ولا تعرف بوعز ولا تعرف شكله إيه ولا تعرف الحقل بتاعه إيه، لكن الناس بتقول صدفت، لكن هنشوف إنه بالنسبة لأولاد الله وبالذات في حالة زي كده مفيش حاجة اسمها صدفت. استخدام اللغة بتاعت الكتاب تقول ايه؟ فاتفق النصيب بتاعها في حقل لبوعز. الله بيدبر لولاده، الله بيدبر، مفيش حاجات صدف كتير. احنا في المسيحية ما عندناش حتة الصدفة دي، ما ما ما, ما بنمشيش ورا صدفة، لكن نمشي ورا انه الله دبر، الله دبر والله اختار. الله بيعطي لي منتهى الحرية أن أنا أتصرف، لكن الله قادر أنه من خلال أنه ضابط الكل أنه يكون بيرعى أموري وبيتعهد ويدبر الحاجات اللي أنا يمكن ما أقدرش أعملها. يمكن رعوث أبدت استعدادها أن هي تخرج وتشتغل وتساعد وأنه هي تريح حماتها، وده اللي هي كان في مقدورها تعمله. والله يدبر الجزء اللي هي ما تقدرش تعمله، ما تعرفش مين بوعث وما تعرفش حقله ايه، وما الله يدبر ان الحقل اللي تطلع تشتغل فيه يكون هو الحقل بتاع القريب اللي هنشوف ازاي هيبقى له دور مهم قوي في حياتها هي وحياة نعمة. عدد 4. واذ بوعث قد جاء من بيت لحم، جاي من بيت الخبز زي ما قلنا المرة اللي فاتت، بيت لحم يعني بيت الخبز، وقال للحصادين الرب معكم، فقالوا له يباركك الرب. بصوا يا جماعة، نفسي نتعلم الحكاية دي، جمال الإنجيل إنه بكلمتين ثلاثة، كلمتين ثلاثة، سطر واحد يرسم لنا شخصية، يدينا صورة عن إنسان. ده بوعز، ده صاحب الملك، الراجل المقتدر اللي عنده الأملاك. الإنجيل يحط لنا سطر واحد يقول لنا وهو جاي مفروض بقى إيه؟ بيتفقد أملاكه والناس اللي شغالة عنده والناس اللي جايين على الحصاد. فممكن يقولهم ها وصلتوا لفين؟ انتوا هتقعدوا اليوم كله بتتدلعوا؟ احنا مفروض نبقى خلصنا الحوض الحرق الشرقي ده، ومفروض تبقوا وصلتوا لأطراف الأرض مش عارف فين. احنا عايزين نشد حيلنا شوية يا رجالة، مش معقولة الكلام ده. لكن نلاقي الإنجيل كتاب الله وفي سطر واحد يرسم لنا شخصية بوعز، ده شكله ازاي، ايه علاقته باللي حواليه وايه علاقته بربنا. جاي على الناس اللي بيشتغلوا عنده فيقول لهم ايه؟ الرب معكم. رجل كلامه في الله، لما بيتفتح بقه عشان ينطق يخرج كلام في ايه؟ الرب معكم. التحية بتاعته يدخل فيها الله. مش بس كده، واضح جدا انه محبوب جدا من الحصادين والعمال اللي معاه، لانهم ردوا عليه يقول يباركك الرب. شايفين شكل العلاقه؟ مش ازاي طلعتوا عيني النهارده، انتوا فين؟ يو انت جيت، احنا عايزين نخلص منك، انت كنت فين وكنا مستريحين. مش احيانا بتبقى العلاقه ما بين صاحب الشغل والعمال كده؟ ما كنا مستريحين من الراجل ده، ايه اللي جابه بس النهارده؟ بقيت اليوم اتضرب كده. لكن شايفين شكل العلاقه؟ بجمله واحده
الكتاب المقدس يوصف لنا قد ايه بوعز ده كان رجل الله فعلا، كان رجل ذو عز ذو هيبه، واهم من كده كان متصل بالله. الرب معكم يباركك الله الرب. يكمل بوعز بقى، شوفوا برضو الانجيل يوصف لنا ازاي الراجل ده قلبه على الناس اللي بيشتغل معاه. مش قلت لكم عايزين نحط عنوان انه دي حنيه قلب الله ناحيه ولاده؟ شوفوا اللي جاي ده بوعز. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين، راح جاب السوبرفايزر او الليدر بتاع الجروب بتاع اللي بيحصده، تعالى حبيبي. عينه لمحت بنت غريبه في ورا اللي بيحصده، قال له لمن هذه الفتاه؟ نتعلم ايه من الناحيه دي؟ قلب بوعز عامل زي ايه؟ قلب الراعي، عارف خرافه، عارف الناس الغلابة اللي جايين ياخدوا ورا الحصاد. وأنا I can أتخيل كده من اللي الإنجيل بيوصفه، وإن هو محطوط كرمز القلب الله، عايز يتأكد إنه الناس اللي جايين ياخدوا دول كلهم عارف إن هم محتاجين وهياخدوا على قد احتياجهم، وده رايح لبيت فلان وده رايح لبيت فلان، دول كلهم غلابة ومحتاجين أو يتامى أو مرضى أو غرب أو. فأول لما شاف بنت غريبة ما يعرفهاش راح نده السوبرفايزر، تعالى حبيبي قول لي لمن هذه الفتاة؟ قلبه اللي مش عايز يشوف حد ما يبقاش عارفه ما يبقاش مطمن عليه، قلب راعي، قلب المسيح. مش بس كده، السؤال نلاقيه غريب شوية، بيسأل يقول ايه؟ كان المنطق ان يقول مين الفتاة دي؟ لكن لقيه سأل يقول ايه؟ لمن هذه الفتاة؟ كان دايما كده زي ما نقول أنا تابع لفلان، أنا تابع لله، أنا تابع للملك، أنا بنت الملك. كان دايما البنت تنسب لأبوها أو لزوجها. حتى في أيامنا دي الكنيسة في طقس الإكليل لما بتسلم البنت أو البنت من إيد أبوها تديه لزوجها وتقول له أنت اليوم المسؤول عنها من بعد والدها. فكأن بوعز بيبص على النفس، يعني ممكن نبص لها من ناحيتين، إنه كل بنت يا إما تبع بنت لسه تبع في بيت أبوها فهي لتنسب لأبوها، أو هي سيدة تنسب لزوجها أو أرملة لزوجها زي في الحالة بتاعة رعوث. لكن احنا نقدر ناخد الكلام ده ازاي؟ الله بيبص عليه كأن الله كده داخل علينا النهاردة كده وبيسأل كل واحد انت وانتي لمين؟ انا تبعيتي لمين؟ لو هناخد زي ما بنقول على مستوى الروح، من حقنا أو actually من حق الله إنه يجي يمشي في وسطينا النهاردة ويعدي ما بين الصفوف ويسأل أنت بتاع مين؟ أنت تابع لمين؟ هل أنت تابع للملك؟ تابع ليا؟ ولا تابع لحد تاني؟ أنت بتخضع لمين؟ أنت ماشي ورا مين؟ لمن قلبك؟ لمن هذه النفس؟ لمن هذه الفتاة؟ السؤال اللي حطه بوعز لغلام. فأجاب الغلام الموكل على الحاصدين وقال هي فتاة مؤابية غريبة مش من إسرائيل، قد رجعت مع نعمة من بلاد مؤاب وقالت دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن وقليلا ما لبثت في البيت. حكى له الحكاية بتاعتها. فاكرين احنا قلنا في الإصحاح اللي فاتت لما نعمة رجعت بيت لحم البلد كلها اتقلبت، ايه ده هي دي نعمة؟ شكلها تتغير وتقلب، بس ما حدش يقول عليا نعمة، انا مرة، حصل وحصل وحصل وولادي ماتوا ومش راجع غير بالايه، بالبنت الطيبة دي المؤابية اللي فضلت لازم. فقصة نعمة ورعوث لفت في بيت لحم كلها، وبيت لحم كلها بقت عارفة قصة نعمة وقصة رعوث. فالراجل السوبرفايزر بتاع الحصادين راح حكى لبوعز، قال له هذا الموضوع كذا كذا ودي بنت غلبانة وبصراحة لما من ساعة لما جت ما كسلتش،
يعني يا دوبك تقعد شويه صغيرين وتقوم تكمل الشغل بتاعها وتجمع من ورا الحصادين. احنا عارفين هي بتعمل كده ليه، لان هي بتجمع ليها ولحمتها مش ليها لوحدها. فبعد ما رئيس الحصادين قال له كده، فقال بوعث لرعوث: الا تسمعين يا بنتي، لا تذهبي لتلتقطي في حقل اخر، وايضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي، عيناك على الحقل الذي يحصدون واذهبي وراءهم. الم اوصي الغلمان ان لا يلمسوك؟ واذا عطشت فاذهبي الى الانيه واشربي مما استقاه الغلمان. شفتوا بقى قلب بوعز؟ مش بس بيطبق الشريعة انه يسيبها تلقط اللي بيقع، لا، قلب بوعز برضو شاف في رعوث القلب الحلو اللي ساب اهله وساب عشيرته عشان يجي يلتصق بنعمة ويلتصق بإله نعمة. فبوعز امتدح جدا اللي عملته رعوث، فراح قال لها الآتي: بصي بقى يا بنتي، انا مش عايزك تروحي اي حقل تاني، افضلي هنا. من قبل ما يعرف ان هي قريبته، انا عايزك تفضلي هنا، عايزك ما تسيبيش المكان ده، ولو احتاجتي اي حاجه قولي لي. مش بس كده، لو عطشتي تشربي من الشرب بتاع الغلمان اللي هم اللي بيأجرهم، مش اللي هم اللي بيلقطوا بقى، اللي هم شغالين في الحصاد. وانا هخلي عينيهم عليكي عشان محدش يضايقك ولا يقولك اي كلمه. كان رد رعوث الاتي: فسقطت على وجهها وسجدت الى الارض وقالت له: كيف وجدت نعمة في عينك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ كيف وجدت نعمة في عينك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ متهيألي دي صلوة حلوة قوي قوي تنفع إن احنا نبقى بنصلي بيها بالليل كل يوم قدام ربنا. نقف قدامه كده نقول له: يا سلام يا رب، هو أنا كان فيا إيه عشان تيجي وتتصلب عشاني؟ إيه اللي كان أنا كان فيا إيه؟ حبتني الحب ده كله ليه؟ في ترنيمة بتقول كده: حبتني ليه؟ كان فيا إيه يخليك تحبني؟ أنا ما استاهلش. إزاي يا رب أنا وجدت نعمة لدرجة إن أنت تحتمل كل العذاب ده والصلب وألامة الصلب عشاني؟ أكيد ما كانش عشاني، أكيد ده أنت ومحبتك. كأن رعوث بتتكلم بلسان كل واحد فينا: كان فينا ايه يا رب عشان تيجي؟ احنا ما نستاهلش. كيف وجدت نعمة في عينك حتى تنظر الي وانا غريبة؟ فاجاب بوعظ وقال لها: اني قد اخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت اباك وامك وارض مولدك وسرت الى شعب لم تعرفيه من قبل، ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحي. بوعز شرح لرعوث، قال لها: بصي، كفاية إن أنت قررتي إنك تسيبي أهلك ومؤاب مكان الشر والخطية وتيجي تحتمي بالله وتطلبي إن أنت تبقي تحت حماية جناح الله مع حماتك رعوث. وكأن ده الرد بتاع ربنا: يا ابني أعطيني قلبك، أنا عايزك تبقى واخد القرار إنك تتبعني، سيب الباقي عليا، تعالى أنا هقبلك وهاخدك، هرفعك من مكانة العبيد ومن إن أنت غريب وبلا مسيح بلغة العهد الجديد زي ما كان بولس يقول، هجيبك وهعملك أهل ورعية مع جميع القديسين. مش هو ده اللي المسيح عمله معانا؟ احنا كنا غربة عن رعوية المسيح وعن بيته، بلا مسيح ما نعرفوش ولا سمعنا عنه، ما احناش يهود حتى عشان نبقى عندنا مواعيد، لكن كنا غرباء. لكن المسيح لما شاف في قلوبنا الإرادة عايزينه، أخدنا وقبلنا وصرنا رعية مع أهل بيته ومع القديسين. لستم بعد غرباء بل رعية
ونزلاء ورعية وأهل بيت الله. قالت ليتني، ردت عليه بقى في عدد 13، ليتني أجد نعمة في عينك يا سيدي، لأن قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك وأنا لست كواحدة من جواريك. ردت قالت له يا سلام، أنت طيبت قلبي، الكلمتين اللي أنت قلتهم دول طيبت قلبي، وأنا جارية، يا ريتني حتى كأنها بتقول له أنا مش محصلة حتى واحدة من جواريك، ده أنت جواريك في مكانة أعلى من المكانة اللي أنا فيها. شايفين قد إيه جمال الحوار؟ يعني لو عايزين نحط مثال كده إزاي نخاطب الله وإحنا رايحين له معترفين بجميله علينا، نقول له يا رب إحنا مش عارفين أنت حبيتنا ليه، إزاي إحنا لقينا نعمة أنك تعمل معانا كل اللي أنت عملته ده، إحنا فعلا متخيلين اللغة بتقول أنا ما استاهلش أبقى جارية من أجرائك، فاكرين اللغة بتاعت الابن الضال، بل اجعلني كأحد أجرائك. القلب اللي تايب حقيقي بيشوف نفسه صح، بيشوف نفسه أقل من الأجير وأقل من العبد وأقل وأقل ولا. وكل ما احنا نشوف نفسنا كده يروح هو عامل ايه؟ يرفعنا إلى مكانة الأبناء، نيجي واحنا نقول له احنا أجراء، احنا مش محصلين حتى أجراء ولا عبيد، يروح هو مادد ايده ويرفعنا لمكانة الأبناء، زي ما هنشوف بقية القصة في المرات اللي جاية إن شاء الله. بعد ما قالت له أنت طيبت قلبي وطيبت قلب جاريتك وأنا حتى مش محصلة أن أنا أكون واحدة من جاريك، فقال لها بوعز، عمال يكمل ويزود، مش بس أنه هو يسيبها أن هي تلتقط من الـ السنابل اللي بتقع، وقال لها تشربي مية وقت ما تحبي تشربي، راح قال لها الآتي بقى في إشارة جميلة، المية والأكل. بص بيقول لها إيه، فقال لها بوعز عند وقت الأكل تقدمي إلى ها هنا، تقعديش تاكلي لوحدك كده بعيد مع اللي هم زي اللي جايين من خدامين، تقدمي إلى ها هنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل. الخل ده لما نشوف التفسير بتاعه اللي هو نوع من الخمر المسكر شوية، كانوا بيغمسوا فيه الأكل كنوع من الصوص، يغمس فيه اللقمة، مش خل مر يعني فكأنه إيه، خبز وخمر مسكر. شايفين الإشارات؟ تعالي تعالي هنا أنا هعملك، لا لا لا، هي تقول له أنا جارية، تقول له لا أنا هرفعك وتعالي عودي على المائدة وكلي من الخبز والخمر. حد قادر يعمل أي لينك مع أي حاجة؟ ده اللي المسيح عمله، رفعنا من مكانة العبيد، من مكانة الأجراء، وأجلسنا على المائدة بتاعته، وادانا جسده ودمه خبز وخمر عشان نشبع بيه، ما نبقاش جعانين، ما نبقاش هي جاية منين؟ جاية من مجاعة. اللي ابتدى القصة دي كلها لو تفتكروا ايه؟ مجاعة في بيت الخبز، وميجي بوعز، يجي المسيح عشان ايه؟ يشبعنا، يسد المجاعة ويوقفها ويدينا نفسه ناكله، ما يبقاش في مجاعة تاني، لا يعود فيما بعد مجاعة، لكن يبقى في شبع، وشبع حقيقي جسدي وروحي. فتعالي وكلي من الخبز واغمزي لقمتك في الخل. فجلست جنب ايه؟ مش جنب البنات اللي بيلموا بقى، لا، بوعز رفعها، اقعدي جنب الحصادين، زيك زي الحصادين. فناولها فريق فأكلت وشبعت وفضل عنها. فاكرين المعجزة بتاعت الخمس خبزات؟ نفس الجمل اتقالت، فأكلوا وشبعوا وإيه؟ وفضل عنهم 12 قفة مملوءة. عشان تعرفوا إشارات السرية للإيه؟ للإفخارستية في العهد القديم وفي العهد الجديد. عارفين طبعاً إن معجزة إشباع الجموع هي معجزة بتشاور على الإفخارستية، على الشبع من الخبز والخمر. أكلت وشبعت وفضل عنه. ثم قامت لتلتقط، خلاص كلت وشبعت وأكلها وشبعها ومشيت. بوعز ما سكتش، راح عمل إيه بوعز بقى؟ فنده لغلمانه قائلا، تعالوا بقى يا أولاد
اللي هم اللي كانوا بيحصدوا، تعالوا دعوها تلتقط بين الحزم ايضا ولا تؤذوها، محدش يكلمها كلمة، وسيبوها مش بس تاخد اللي بيقع من وراكو، لا ده لو في حاجة واقعة انتوا بعده ما بتلموا وتعملوا حزم كده وتركنوه على جنب، ممكن شوية يقعوا جنب الحزم اللي هو مفروض بتوعي يعني، لا لو لقيتوها تسيبوها تلم اللي واقع عند الحزم كمان، مش بس اللي في الحقل، مش بس كده. ايه رأيكم؟ ما كانش شايف ان ده لوحده كفاية، قال له ايه؟ وانسلوا ايضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو سمحتوا يا اولاد، بصوا انا عارف ان انتوا بتبقوا عايزين تعملوا العكس، انتوا وانتوا بتلموا السنابل بتبقى كل واحد واخد باله قوي انه ما يفرطش حاجه من السنابل عشان الحصاد يطلع كتير، مش كده؟ ايه رايكم بقى؟ انا عايزكم تعملوا العكس، لما تلاقوها وراكوا وانت يا حبيبي بتلم السنبله نسل لها شويه عشان يقع على الارض فتلم. انسلوا لها من الشمائل ولا تنتهروها، يعني بالعافيه مش بس اللي يقع بالصدفه، لا انتوا اعملوا لها شويه زياده. قادرين تحسوا بقلب الله عايز يعمل فينا ايه؟ عايز يشبعنا بزياده، عايز يدينا فوق اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. كانت جايه عايزه تلم شويه الحبوب اللي واقعه، لكن الله عايز ينسل لينا كمان من الشمال ويشبعنا، ناكل ونشبع ويفيض احنا واللي في البيت كمان. فالتقطت في الحقل الى المساء وخبطت ما التقطته فكان نحو ايفة شعير. ايفة شعير يعني حوالي من 13 ل 15 كيلو. تخيلوا رجعت في اليوم بحوالي 13 15 كيلو شعير. فحملته اللي لمته طول اليوم ودخلت المدينة فرأتها حماتها ما التقطته وأخرجت ما فضل عنها بعد شبعها. فاكرين لما قلنا ان هي كلت وشبعت وفاض عنها، خدت اللي فاض عنها ده تدي لمين؟ تدي لحماتها. انا مش بس جايبالك شعير عشان نبيعه، لا ما انت قاعدة في البيت انت محتاجة تاكلي انت كمان. مش عارف الموضوع ده يمشي اليومين دول ازاي، ان واحده اتكلت وبعدين واخده كمان اكل لحماتها في البيت، ومش عارف هيمشي ازاي الموضوع ده يعني. ما عدوها يمكن غلطه مطبعيه يعني، هي واخدت اكل لحماتها، معلش يعني ما تعرفش قوي يعني، لسه هتعرف بعد كده يعني، معلش. فحملته ودخلت المدينه واخرجت وغطت ما فضل عنها بعد شبعها. حماتها بقى نعمه برضو، حماتها يعني ما هياش اي كلام، شافت البنت راجعة ب 15 كيلو شعير اتخضت. ايه ده؟ بص قالت لها ايه؟ فقالت لها حماتها اين التقطت اليوم؟ انت كنت فين؟ جبت ده كله منين؟ دول 15 كيلو شعير. واين اشتغلتي؟ ليكن الناظر اليك مبارك يا ستي، يعني ربنا انت كنت عند مين؟ ايه البركة اللي وجدتي نعمة قد كده في عين مين؟ فأخبرت حماتها باسم اللي اشتغلت معه، فقالت لها أنا اشتغلت باسم، أخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه، وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز. فأول لما قالت لها بوعز، نعمة على طول إيه؟ عرفت. فقالت نعمة لكنتها مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموت. عرفت ده قريبنا، وقالت لها يعني زي ما تقول الراجل ده طول عمره له معروف معانا احنا، وكان الظاهر كان له معروف كمان على الاموات اللي هو ألي مالك والولاد. فاخبرت ثم قالت لها نعمة الرجل ذو قرابة لنا وهو ثاني ولينا. هنفسر يعني ايه الكلام ده، يعني ايه ولينا دي، موضوع حاجة محتاجة. فنعمة طمنت ان هي كانت شغالة عند بوعز، لانه عارفة انه بوعز، بتقول لها الرجل ذو قرابة، قالت لها ده قريبنا، الرجل ده مبارك وعلو علينا يعني افضله علينا من زمان، من قبل حتى ما جوزي والعيال يموتوا، ده مش بس قريبنا ده كمان ولينا، ثاني ولينا. ايه حكاية الوالي دي؟ ممكن نقول الحكاية دي، احنا خلاص وصلنا لاخر ايات في الاصحاح، نقول حتة الوالي دي ونختم بيها النهاردة
فاكرين لما قلت لكم الاصحاح ده بيفتح لنا شباك كده على شويه شرائع من شرائع العهد القديم واليهود. اتكلمنا على شريعه الحصاد اللي قلنا ان ربنا لما كان حطها للناس قال لهم تعملوا. خليني اقراها لكم كمان، قلت لكم هقراها لكم ونسينا نقراها. هتلاقوها في تثنيه 24، اول شريعه ازاي اصلا الفكره بتاعه ان الحصادين يصيبوا كورنرز ويسيبوا سنابل. تلاقوها في تثنية 24 عدد 19، يقول كده: إذا حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحقل فلا ترجع لتأخذها للغريب واليتيم والأرملة تكون، لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك. وإذا خبطت زيتونك فلا تراجع الأغصان وراءك للغريب واليتيم والأرملة يكون. يعني إيه خبطت زيتونك؟ الزيتون بيبقى على الشجر، وعشان يحصدوه بيخبطوه بزي بمضارب معينة كده، أو يهزوا الفروع عشان يقع الزيتون ويلموه. بعد الموضوع ده ممكن يبقى فاضل شوية زيتون على الشجر، فالوصية بتقول إيه؟ بعد ما تخبط وتحصد ما ترجعش تبص فاضل إيه على الشجر. اللي فاضل ده مش بتاعك، الفاضل ده للغريب واليتيم والأرملة. إذا قطفت كرمك فلا تعلله وراءك للغريب واليتيم والأرملة. اللي يقع من الكرم ما ترجعلوش تاني، أي سنابل تقع ما ترجعلهاش تاني للغريب واليتيم. واذكر أنك كنت عبد في أرض مصر، لذلك أنا أوصيك أن تعمل هذا الأمر. دي الوصية من سفر التثنية، إن وقت الحصاد يكون له شروط معينة. تاني حاجة الشريعة بتاعة الولي. فاكرين لما قلت لكم انه لو في واحدة متزوجة وجوزها مات وليه اخ، فالاخ ياخد الزوجة ليقيم نسل باسم اخوه. ودي القصة اللي كانت حصلت لما الصدقيون جم للمسيح وقالوا له عندنا واحدة وكان في 7 اخوات، ده اتجوزها وده اتجوزها وده اتجوزها. فاليوم القيامة بقى، لانهم كانوا بيقولوا انه ما فيش قيامة، فعايزين بقى يعجزوه، يقولوا له يوم القيامة دي هتبقى زوجة مين؟ حكيت لكم الحكاية دي الاسبوع اللي فات، وقلنا المسيح رد عليهم: تخطئون انكم بتظنوا انه في القيامة بيزوجوا ويزوجون، لانهم بيكونوا زي ملائكة الله، ما فيش ازواج. فالمبدأ بتاع انه يبقى في قريب يقيم نسل أو يفدي النسل اللي انقطع بسبب موت شخص، مش بس النسل، يفدي النسل أو الأشخاص ويفدي الممتلكات كمان. يعني إيه؟ فكرة الولي ده، كلمة ولي معناها أو أحد الفاريشنز بتاعتها فادي، فادي أو مخلص. في الإنجليزي واضحة جدا، في الإنجليزي ريديمر، الريديمر اللي هو المخلص، أو بالعربي المعنى أكتر يفدي، يعمل فدية. في حد مات فهنفتدي اللي مات ده بان احنا ندفع فلوس. في الحالة دي اللي مات زوج نعمة وزوج رعوس. فالشريعة بتقول انه الرديمر ده او الولي له الحق انه يعمل حاجتين: ياخذ امرأة المتوفي ده ويقيم له نسل، ويشتري الأرض اللي كانت بتاع الميت، لأنه ما ينفعش الأرض بحسب عهد، بحسب شريعة بني إسرائيل تبقى باسم امرأة، لازم الأرض تبقى لراجل. فيشتري الأرض ويرجع الأرض بتاعة الميت للإيه؟ للنسل بتاعه، ويقيم له نسل. يبقى كأنه فدى كل ما كان يمتلكه أو ما كان يخص الشخص اللي مات ده، امرأته أقام لها نسل، والأرض بتاعته أو بيته أو ممتلكته. طيب إيه شروط الوالدة؟ الوالدة له شروط، ما ينفعش أي حد معدي في الشارع يعمل الموضوع ده. وخلوا بالكوا الشريعة برضو حطت الوالدة، لأنه إحنا لينا ريديمر اتحققت فيه الثلاث شروط اللي كانت بتحطها الشريعة. مش أي حد ينفع إنه كان يبقى والي ويتجوز رعوث ويفدي أو يعمل فدية للي مات. إيه الشروط؟ 3 شروط. أول واحد لازم يبقى قريب دم، قريب دم من نفس العشيرة ومن نفس البيت. عشان كده المسيح إيه؟ أخذ جسد من طبيعتنا، من بشريتنا، عشان يبقى قريب دم، يبقى واخد
بشريتنا، قريب دم، أول شرط. تاني شرط إنه لازم يكون قادر، قادر إنه يفدي، قادر يعني إذا كان هيتجوز قادر إنه يقيم نسل ويتجوز المرأة اللي هي الأرملة، وإنه يكون عنده المقدرة إنه يشتري الأرض والممتلكات بتاعة الشخص اللي مات. بقى تاني شرط قريب دم، قادر، وتالت نقطة willing، عايز. بالرغم إنه هو له الحق إنه يعمل كده، بس ما ينفعش يبقى مرغم، لازم يبقى موافق وعايز يعمل كده. خدتوا بالكم من الثلاث شروط؟ قريب، قادر، وويلنج. نحط الثلاث شروط دول على ايه؟ لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي، بل انت. الشروط كان لازم يبقى ايه؟ فول هيومن اند فول ديفاين. ما كانش ينفع حد غير يبقى قريب دم لينا، وقادر. ما كانش ينفع انه حد يعمل الخلاص ده لو هو انسان بس، لازم كان يبقى انسان واله عشان يبقى قادر. وتالت شرط يبقى ويلنج، يبقى عايز. الله سر ان يسحقه بالحزن، كان عايز ان هو يجي ونحن بعض خطاه، يجي ويموت عشان يفدينا ويشترينا من قبضة الموت ويردنا عن الموت. خدتوا بالكم الفكرة بتاعت الرديمة؟ قد كده السفر بيحكي قصة وبيشاور على المسيح وعمل المسيح في صورة اللي عمله بوعز. بس خلوا بالكم، نعمة قالت لرعوث ده تاني ولي لينا. يعني ايه تاني ولي؟ اصله في، احنا قلنا في قرابة، لازم يبقى قريب. عارفين زي ما يبقى ايه؟ ده اخويا، ده عمي، ده ابن عمي، ده ابن عمة أمي، حاجة كده يعني. فلازم يبقى درجة القرابة أقرب. فنعمة ببساطة بتقول للرعوث ده تاني ولي لينا. يعني نعمة كانت حافظة كويس قوي إنه الظاهر كان فيه قريب تاني أقرب ليهم. ولو هيبقى فيه حد هيعمل موضوع الولاية دي ويتجوز رعوث ويشتري الممتلكات بتاعة الميت، لازم الحق الأول يروح لمين؟ للقريب الأول. ولو القريب الأول قادر وعايز، يبقى هو اللي يقوم بالموضوع ده. لو مش قادر أو مش عايز، يروح مدورين على مين؟ على next in list، اللي كان next in list بعد كده هنلاقيه بوعز. قصة بتاعة الإصحاح الثالث والرابع هنلاقيها بتتكلم على النقطة دي. غالبا اللي أنا متوقعه نعمة ما نمتش الليلة دي. أول لما عرفت إنه إيه، إنه بوعز حن على رعوث، نعمة بقى بخبرتها بس الراجل هيبقى الولي. وابتدت هنلاقيها في الإصحاح الثالث، ابتدت تشور بقى إيه على رعوث، اللي هي بقت عاملة زي بنتها دلوقتي. بصي أنا هقول لك تعملي إيه بالظبط عشان نبتدي نقشيت، نخلي العملية بتاعة الولاية دي ان هو يبقى يفتدي نبتدي تحصل. دي هتبقى ببساطة ان شاء الله المحور بتاعة القصة بتاعة الإصحاح الثالث والرابع من السفر. عشان نختم العنوان بتاع الإصحاح الثاني، حد فاكر؟ حنية قلب الله. ازاي الله بيفكر فينا احنا البعاد المساكين الغرب، وازاي بتدبيراته من العهد القديم والعهد الجديد، وان هو مشغول. تخيلوا قد ايه بيكرافت زي ما بيقولوا كده، بيحط قوانين عشان يدبر تدبير الخلاص، ويبتدي يعلمنا ويشاور من حاجات صغيره قوي من العهد القديم. قد ايه انا قلبي عليكم، قد ايه انا متعلق بيكم، قد ايه انا عايز ارفعكم من مرتبه العبيد والاجراء الى مرتبه البنين. انا عايز افديكم من الكوربشن بتاع الخطية اللي احنا وقعنا فيه. بإذن ربنا إن شاء الله الأسبوع الجاي زي ما قلنا هيبقى معانا نيافة الأنبا بافلي هنا في اجتماع درس كتاب بالليل زي ما متعودين من 7 لـ9، ونكمل رعوث الأسبوع اللي بعديه إن شاء الله بنعمة ربنا. تفضلوا نصلي.